طيب الآن حنشوف الكود، حنشوف البرنامج الفعلي والكود وفي نفس الوقت، الصفحة الفعلية والكود في نفس الوقت. الآن أنا أمام الصفحة، شغلتها بشكل عادي، يعني بشكل عادي أول ما طلبتها. طيب إيش اللي صار؟ لاحظ إيش اللي صار، انعرضت أول سجلين لأني أنا طلبت أنه يعرض سجلين، وبعدين جاءت الصفحات بشكل عادي. جميل، نرجع للصفحة نشوف إيش اللي صار. جاء هنا ما لقي البيج، عرفت عرفها بواحد، احنا اعطيناه ريكوردز ات بيج، حطيناه نبغى نعرض اثنين. طبعا بعض البرامج المتقدمه يسوون هذا المتغير في لوحه التحكم، بحيث انه انت من لوحه التحكم خلاص تختاره في نفس الكود، هم يجيبونه من لوحه التحكم عن طريق قاعده البيانات، يجيبون الرقم وبعدين يستخدمونه هنا، بغض النظر عن الطريقه اللي استخدمت. انت ممكن يعني في الكود تحط الرقم المتغير هذا فوق على اساس انك تتغيره بسرعه. طيب هنا في مشكله بسيطه، انت لو تلاحظ كل شويه نسوي استعلام، يعني في كل مره نضغط على واحد من الارقام حيتم عمل استعلام لقاعده البيانات عشان يجيب لنا الرقم، عشان يجيب لنا رقم السجلات. وهذا الكلام احنا ما نبغاه، احنا نبغاه عشان لا ياخر لنا الدنيا، فاحنا نبغاه يعرض لنا ان احتفظ بهذا الرقم مره واحده. فبعض المبرمجين ايش يسوي؟ يستخدم السيشن. طبعا لا تنسى تستخدم سيشن ستارت، بس احنا عشان نوضح الفكره، سيشن هو يسميه مثلا ريكوردز كاونت، ويحتفظ به بالشكل هذا، يعني ياخذ الريكورد هنا كانه يجيب هذه هنا. بس هذه فكره اساس انه للاداء، بس هي ما تضر، بس اداء حيسبب مشكله. هذه الحركه خلاص بعدين هو يشيك، كل مرة يشيك يجي هنا يقول له if not is set session، يشيك بالشكل هذا records count. شوف يقول إذا ما أرسلت records count أرسلها خلاص، ويتعامل مع السيشن على طول، لأنه هذا حيضمن له أنه حيسوي الاستعلام هذا مرة واحدة بس. يعني حياخذ هذا الكلام هنا، شوف لاحظ معايا، عفوا اذا يقول له زي بالشكل هذا هنا ياخذ هذا الكود. لاحظ معايا، هو فكره انه ما تسوي هذا الاستعلام مره ثانيه، فهو ايش يسوي؟ ياخذ هذا الاستعلام هنا ويجي يحطه بداخل الاف. لاحظ بس انا عشان اوسع لك الفكره، طبعا الكود هذا حتصير فيه مشكله لو شغلته لانه ما فيه سيشن ستارت. لاحظ الان، فهو كل مره يتاكد اذا انها ما ارسلت عينها خلاص، وبعدين هو يتعامل مع ذا بدل انه ما يتعامل مع هذا الكود. هذه بس نقطه حبيت اوضحها على اساس فكره الاداء، على اساس موضوع الاداء. الان خلينا نرجع للكود الاصلي. طيب الآن نتراجع نرجع للكود الأصلي، بس عشان تنتبه لفكرة السيشن هذه، عشان لا لما تكتب برمجياتك لا يكون عندك مشكلة في الأداء. طيب احنا حنتركها بشكلها البسيط هذا لأنه هذا مجرد درس. حصل الآن على عدد السجلات، الآن أجرى جاب عدد الصفحات. ليش عدد الصفحات كل مرة؟ لأنه ممكن يصير تحديث في قاعدة البيانات، يعني حتى مشكلة السيشن اللي دوبنا كتبناها أحيانا تسبب مشاكل لو أنت حدثت في قاعدة البيانات، يعني أضفت سجل جديد ممكن ما يظهر للمستخدم لين يخرج من الموقع ويرجع مرة ثانية، لكن طالما أن السجلات قليلة فما يعني ما أعتقد تسبب مشكلة كبيرة مرة عموما، لكن هذه تسبب مشاكل إذا كان الموقع على ضغط جدا كبير. عموما الآن شيك على عدد الصفحة، هل هي أكبر من أو أصغر من، يعني أصغر من الصفر أو أكبر من عدد الصفحات أو لا، مرت. الآن طبق عليها القاعدة، هذه اللي إحنا نبغى نعرفها. الآن الصفحة أرسلت بواحد، فواحد ناقص واحد صفر، عشان يعرف مكان من فين يبدأ، الاستعلام. أي سجل يبدأه أخذ متغير ستارت، مرة ثانية نعيد. فقال هو إحنا عقلنا إنه السجلات تبدأ العد من صفر، فهو يستخدم عدد الصفحات أو رقم الصفحة لمعرفة المكان اللي يبدأ منه أخذ السجلات. مرة ثانية، هو يستخدم متغير الصفحات عشان يعرف المكان اللي يبدأ منه أخذ الصفحات. يعني لو جينا الجدول هنا، هو يأخذ المتغير بيج، شوف لما أنا أسوي كذا يأخذ المتغير بيج عشان يعرف من فين يبدأ، من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بالشكل هذا. فهو يستفيد من رقم الصفحة في معرفة المكان اللي يبدأ منه. طالما أنه يبدأ من الصفر إحنا نقصنا واحد، فقال إذا بدأ من واحد الصفحة واحد معناتها صفر،
صفر في عدد السجلات بصفر، حيبدأ من صفر هنا. لم طيب تقول ليش فائدة هذا؟ ليش طلبنا فائدة؟ هذا حيجي فائدته في الصفحة، في الصفحات اللي بعد رقم واحد، لأنه لو كان الصفحة اثنين، لاحظ معايا، لو رجعنا للصفحة اثنين، لاحظ اضغط على اثنين، الآن ايش اللي صار؟ لما جات الصفحة باثنين، اثنين ناقص واحد حيكون الناتج واحد، واحد في عدد السجلات في كل صفحة اللي هو اثنين عندنا صار اثنين، معناته حيبدأ من اثنين، يعني ترك السجلين الأولى. فهذا اللي انت حاطه هنا تعتمد عليه هنا، يعني لو انا كتبت ثلاثة، لاحظ ايش اللي حيصير، اخلي الإزاحة بمقدار ثلاثة، نرجع هنا، لاحظ واحد اثنين ثلاثة، شايف واحد عرض ثلاثة عرض ثلاثة عرض واحد بدون أي مشاكل. فهو يستفيد من الصفحة لمعرفة مكان السجل اللي يبدأ منه. طيب انت هو نفسه عدد السجلات في الصفحه، لاحظ سوينا على اساس، ولاحظ انه هذا ثابت دائما ثابت، لين انت تغيره هنا، لين انت تغيره هنا زي ما غيرنا كذا، فهذا دائما حيقعد ايش، حيقعد نفس العدد اللي هنا ما حيتغير. فانت تقول له ابدا من السجل رقم كذا وخذ سجلين، او خذ ثلاث سجلات، او خذ اربع سجلات، طبعا شامل السجل اللي يبدا منه، شامل السجل اللي يبدا منه. طيب هذه فكرة مبسطة، بعد كذا غلق طبع الصفحة ومعلومات الصفحة اللي هو متواجد فيها، ورجع مرة ثانية طبع الشريط، رجع مرة ثانية طبع الشريط حق الأرقام.